تعرض مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت إلى الاختطاف مساء أمس من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية. ووفق مصدر للإخبارية فإن الخاطفين بعثوا برسالة تطلب فدية تقدر ب 400 ألف دولار، أي ما يعادل 1.5 مليون ريال، مشيرة إلى أن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت حيث مقر ميليشيا حزب الله.